استقطب جناح الجزائر العديد من الرواد الصينيين. وقال رئيس الجمعية الصداقة الجزائرية الصينية إسماعيل دبش إن معرض الكتاب مفيد لتعزيز التعارف بين الشعبين وتقليص روح طريق الخليل لتعميق وتحسين الأسس الإنسانية والثقافية للتعاون المثمر. أنا هذه الذكرى تعكس العلاقات القوية بين الجزائر والصين منذ استرجاع الجزائر لاستقلالها، سواء في الجانب الاقتصادي أو في الجانب الثقافي. اليوم نرى أن هذا المعرض الكبير الدولي الكبير للصين، وتشرفت الجزائر وكجزائري فخور بذلك أنها ضيف الشرف لهذا المعرض، يعكس إرادة الصين بقيادة الرئيس شي جي بينغ حول إعطاء أولوية كبرى للثقافة والتنمية والسلم. ونفس الشيء إرادة الجزائر من خلال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يريد أن تكون العلاقات قائمة على التواصل الإنساني والثقافي والاقتصادي. ولهذا الذكرى 65 سوف تشكل لقاء كبير استراتيجي بين البلدين في هذه المجالات. كما تعرف أن العلاقات الجزائرية الصينية وصلت إلى المستوى الاستراتيجي في 2014، ودخلت الجزائر في الحزام والطريق، مبادرة الحزام والطريق في 2018، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس الصيني شي جي بينغ وافقوا على إقامة تعاون استراتيجي في الخمس سنوات القادمة في مختلف المجالات الثقافية التكنولوجية الاقتصادية. ولهذا مستقبل العلاقات الجزائرية الصينية سوف يكون كبير جدا في السنوات المقبلة. كما شارك الروائي الجزائري وسين أعلج والمخرجة السينمائية الجزائرية فاطمة وزن في معرض الكتاب، وتواصل مع الرواد والقراء الصينيين، مشيرين إلى أن الأدب والسينما هما اللغة المشتركة للبشرية، وأن هذه الرحلة إلى الصين لا تنسى. نعم، هذه المرة الأولى أزور فيها دولة الصين الشقيقة، وفعلا انبهرت وأعجبت كثيرا بجمال المدينة. التبادل الثقافي هو مهم جدا من خلال تبادل التجارب، من خلال تبادل الأفلام، وهذا نتيجة للتقارب الموجود بين الشعبين. هذا أول مرة في معرض الكتاب طبعا في بكين، يعني أنا أشوف المعرض لأول مرة، أنا كثير سعيد. أولا حركة المعرض، ثم أن الجزائر ضيفة شرف على المعرض، وهو أمر كثير مهم، لأنه هذا سيبين أواصر العلاقة الموجودة بين الصين والجزائر، والتي هي في طريق نمو كبير. كان في العلاقة الاقتصادية، الآن العلاقة الثقافية، والعلاقة الثقافية هي الأمتن والأجمل والأكثر بقاء، حتى عندما تزول المشكلات الاقتصادية أو السياسية أو غيرها، تبقى الثقافة هي الجامع بين الشعوب المختلفة.